عيسى حلوة معاك وبارك الحياة والعيسى حلوة معاك أنا عايش في حماك أنا عايش في حماك وبعز يا نفسي على كل المغريات ده حبيبي حاله حلاوة وكله محلى العيشة وياس عرب السماء محلى عيشة حلوة معاك أنا عايش في حماك أنا عايش في How true so far is this in our lives? متهيألي يعني دي حقيقة. الطريقة اللي احنا فعلا بنقضي العيد بيها يعني اللي هم مثلوه ده هو اللي هم عملوه متهيألي يعني ايه بتفيتنج ها؟ It's reality. It's reality. But I think it's a good thing to bring it. This is coming. Same. In our lives, in order for us to try to think, what do we need to do for Christ to be born in our hearts? كل الواحد يفكر ازاي ان المسيح ازاي نحتفل بالعيد وازاي المسيح اللي احنا بنحتفل بيه ده هو اخر واحد بنفتكره. مش على بالنا. احنا بنحتفل بالعيد بنحتفل بالكريسماس بميلاد المسيح لكن اخر واحد نفكر فيه هو المسيح نفسه. وممكن نعمل ايه؟ فمهم جدا يعني it's an eye opening it's an eye opener for us ان احنا to realize what's happening and to be able ان احنا يعني to make a promise with God to be able to change. We need that change in our heart. We need that change. We have to start from here. It starts from the heart. Once we change the heart, we are able to enjoy the feast in different ways, different manners. ما ينفعش احنا نعيش في خلينا زي ما احنا قاعدين حلوين ساكتين خلينا زي ما احنا خلاص وان مور سين وخلاص في وان مور سين داخل فخلينا زي ما احنا قاعدين حلوين فمهم جدا ان احنا يعني التشينج يبتدي من القلب التغيير يبتدي في القلب نحس بالمسيح مولود في قلوبنا عشان نقدر ان احنا يعني نستمتع بالعيد يبقى ليه طعمه مختلف ما يبقاش اللي هو زي ما عمله لنا اللي بيفرق مع اصحابه واللي بياكل واللي بيعمل بيصوم قصاد بابا وماما لكن من وراهم انا بخاف انا بخاف من ربنا ولا بخاف من مين ولا بعمل كده ربنا بعملها لمين؟ المفروض لربنا مش لحد تاني. ف it's important to keep that in our يعني in our mind and to try to promise God ان احنا we have to change. Changing our ways of living, changing our thinking of Him.
الواحد يغير فكره عن ربنا او يغير فكره عن العيد. اول ما غير فكره واقبل ربنا في قلبي هتلاقوا ناس تدوني من بصر العالم ده وبصر الدنيا ده هي بطريقه مختلفه تماما. قديس اغسطينس يقول كلمه حلوه يقول ايه؟ طبعا اغسطينس كان بعيد فتره طويله قوي عن ربنا وبعد كده بعد لما رجع قال لك جلست فوق قمه العالم عندما ايه؟ عندما صرت لا اشتهي شيء. جلست على قمه العالم عندما صرت لا اشتهي شيء. I sat on the top of this world or I stepped on the top of this world when I desired nothing from this world. San Augustine. So it's important to keep that. Once we see things the right way, once we acknowledge the importance of having Christ in our life and our hearts, then we realize and we see different things. We have an eye opener for us to see different things. I hope you are enjoying the play so far, and hopefully we'll finish soon with that last scene.
ربنا على المجهود اللي اتحط ده هوت. It's a great effort. وطبعا we thank God for the talent that we have here between the music and the effort that the music did. The acting, the choir itself, the sound system, and people who work the sound system, the projector, many people actually work. And I think they need to be applauded for all their work and their hard work. دلوقتي احنا نفضل برضو قاعدين زي ما احنا ناخد صورة معاهم، وبعد كده واحنا قاعدين زي ما احنا برضو قدام يوزعوا علينا لقمة الأغاني اللي كلنا بنا مع بعض واحنا قاعدين في النظام. طبعا باسم الصليب عدد موجود، فاحنا قاعدين زي ما احنا وهنوزع الأكل أو لقمة الأغاني على الكل واحنا قاعدين كده. كل سنة وانتم طيبين، وأتمنى إن انتم تكونوا كلكم استمتعتوا بالبلاي ده في المجهود اللي اتحط في البلاي دي، المجهود بتاع أولادكم وكبريتكم. بالديكور والأخراج والمزيكا وكل حاجة.